أرض ثاني حرارة حضرتك اللي انت شايفه دي النادي مقام عليها من سنة 98، من 96-98 بدأ الافتتاح، كان مقابل انتفاع للمتر للأندية الرياضية 50 قرش، اترفع سنة 2003 من 50 قرش لجنيه، فوجئنا سنة 2013 اترفع من جنيه ل 120 جنيه في السنة المتر، بمعنى ان مطلوب مني كنادي ادفع في السنة 9 مليون ونص مقابل انتفاع عن هذه الارض، انتفاع وليس تمليك، انتفاع. المؤسف ان احنا فوجئنا ان في جواب جاي لنا من حماية النيل بيقول ان في قرار وزاري صدر سنة رقم 895 في 13/2016، والقرار ده بيقول ان هو نظافة واجهة النيل عايزين مني 84,000 جنيه في شهرين مقابل نظافة الواجهة بتاع النيل. والله هي الفرضية دي من الفرضيات أخرى في النادي، احنا عندك حراك الغاز، عندك الكهرباء، عندك مصحقات اللاعبين وتعاقدات، عندك رواتب، عندك رسوم صيانة، عندك رسوم داخل على إنشاءات، عندك رسوم مرتبطة بالنظافة، يبقى معنى كده أن الدولة بتقول لولادها وهي المؤسسات وأجزاء منها اقفلوا، لأن احنا هنجيب منين؟ المنصورة عامة ما فيش يمكن فيها أو النرد اللي فيها محدودة، ويمكن ده المتنفس الوحيد يعني. عامة لو النادي اتقفل هروح فين في المنصورة أصلا؟ مفيش أماكن تتروح. يعني أنا على طول بنزل النادي الصبح وأروح شغلي، بعد كده أرجع تاني أفضل قاعد هنا ونتغدى هنا وبنلعب كورة هنا، بنمارس أنشطة هنا كتير. أنا واحد أصلا بلعب سباحة هنا في النادي، فماش من الطبيعي يعني إن النادي تقفل ده إزاي؟ ولو النادي على فرض النادي حتى فكر إنه يدفع، هيدفع منين؟ ما هيدفع من على حساب الأعضاء، والأعضاء مش مستحملين في الظروف اللي البلد فيها في التوقيت اللي إحنا فيه. والله لو في رسوم زيادة أنا مش هدفع، أنا شخصيا مش هدفع. أما حتة بقى لو النادي ده اتقفل يبقى أولادنا بقى هتروح تقعد على القهاوي بقى. الشاب النهارده هيقضي اوقاته فين؟ ما كانش حرك في نادي وبيلعب لعبه من الالعاب. احنا عندنا 17 لعبه، عندنا قاعده عريضه جدا، قطاع بطوله، قطاع ممارسه. اما النهارده حرك رسوم كل شهر على النادي لا تقل عن 1,000,000 جنيه، طب نجيب منين؟ هندفع مرتبات الموظفين، وهنعمل انشطه للاعضاء، هنعمل انشاءات. النهارده حرك كميه الانشاءات اللي موجوده في النادي واخده طبعا مبالغ كبيره جدا. انا هنا في النادي عندي 150 واحد بيشتغلوا، في 150 أسرة بيأكلوا منهم عيش، فدي مشكلة. احنا الاقتصاد احنا النهاردة بنحاول نجيب ايد عاملة ونشغل الناس، ولا بنحاول نقفل المكان؟ هو ده السؤال. انت كدولة او كنادي او كأي مؤسسة عاوز تزود إيراداتك او تزود مواردك بانك تشغل الناس، مش انك انت تقفل موارد الرزق بتاعتهم. احنا تابعين لمديرية الشباب، المفروض ان احنا ناخد دعم من الدولة. بتقول الدولة عليها حمل تقيل جدا وبترفع ايديها عن الأندية والكلام ده، ولكل نادي يقوم بنفسه خلاص، انما ما تفرضش عليها بقى رسوم اكتر من كده، ما تفرضش عليها، ما تعجزنيش. انا بقول لحضرتك يعني الأندية المطلة على النيل دي كلها بقى خلاص نقفل ونروح، والشباب بقى يقعدوا على الكافيهات وعلى الحاجات، وان ما فيش رسالة للأندية خالص.